نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما نساوش حتى الدراري. مرحبا بكم في القناه ديالي، انا خديجه غياس. هذا اول فلوغ غادي نحطه، وان شاء الله نتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا انا دابا كاينه في العروبيه، غادي يكون على هذه المدينه بدينت بن حمد اقليم سطات. حنا بالضبط في القطاره بنيمان مالي العلوه، يعني العلوة. نتمنى الفلوغ يعجبكم. علاش قلت لكم هاد المدينة منسية؟ غنتمشاو نهضر معاكم. علاش قلت لكم هاد المدينة منسية؟ لحقاش ما كيوصلها لا دعم لا مساعدات لا حتى شي حاجة. داكشي اللي كيستافدوا منه في المدن الاخرين ما كيوصلوش هنا. والحاجة الكبيرة هي معمر الملك ما وصل لهاد المدينة، علاش الله اعلم. كيما كنسول كيجاوبوني كيقولوا لي من مدة طويلة، يعني من شحال هادي ما بقاش وصل لهاد المنطقة. المهم تابعوا معايا الفلوغ ونبداو على بركة الله الفلوغ ديالنا. بصباح الخير، صبحت على هاد المناظر الطبيعية اللي صراحة كتفتح النفس وكتفتح حتى الشهية. هنا الهواء نقي وكل شي طبيعي على حقو طريقو. وهنا من بعد ما فطرت لقيت مرت خالي كتنخد في البن بهالطريقة اللي صراحة شارت انتباه ديالي. بطبيعة الحال خاصني ندير دوزيام فطور. ما يمكنش نبداو الجولة بلا ما نغتنم الفرصة ونشرب واحد الغراف ديال البن مع خبز ديال الدار. وجبة صحية وبلدية ما شهيتكم فيها وتستاهلوا كل خير. على الاقل باش نلقى شوية الجهد باش ندوركم معايا في الجنانات ونتعرفوا على هاد المنطقة بالضبط. ونبداو بسم الله. انا خرجت باش نبدا معاكم الجوله كما كتشوفوا من البدايه ديال الدخله ديال الدوار. اول حاجه غادي نهضروا عليها من غير الطبيعه وخيرات هذه المنطقه ومناطق كثيره في المغرب اللي منسيين للاسف، اللي ما كيتوفروا لا على صحه لا على تعليم لا دعم مادي ولا حتى معنوي. اضافه الطرقات اللي كتشوفوهم شبه معدومه، الناس كيتراسيو الطريق راسهم كما كتشوفوا نيت في الفيديو، يعني كيتراسيو الطريق راسهم لين يدوزوا. واللي واعي راه كيصيفط بنته ولا ولادو يقراو، وفاش كتبغي تكمل قرايتها يعني غير كيقراو في الدوار بمسافه بعيده غير المرحله الابتدائيه. الاعدادي والثانوي يعني اللي واعي راه غادي يصيفط بنته تكمل قرايتها، كيضطروا انهم يصيفطوها تقرا بعيده على دارهم. وكاين اللي كيقول تجلس في الدار ما عندها ما دير بشي قرايه غير لهذا السبب. وحتى من الماء خاصهم يحفروا البيار، وشوف تشوف الى لقاو فيه شي الماء باش يعمروا بحال الشاطوات ويدوزوهم لديارهم. وكتلقى الناس ديال هاد المناطق باغيين شحال من حاجه اللي هي في الاصل حقهم، ولكن كيوفروه لراسهم براسهم. ومن ابسط الحقوق اللي هي حقهم في الصحه وفي التعليم وحقهم في بلادهم، اللي ببساطة كيجيو يهضروا عليه كيرجعوا بخيبة، ماشي غير خيبة أمل وإنما خيبة وجع، وعنوانها راك عايش تكمش. المهم للحديث بقية تبعوا معايا الفيديو. وهنايا دخلت للعرصة. صراحة ما عرفتش شنو الفرق ما بين الجنان ولا العرصة، هما كيقولوا العرصة يمكن نفس الشيء. لقيت الشجرة ديال العنب، شوفوا كيفاش كتحمق، صراحة أول مرة غادي نشوفها بحال هكا. هذه شجره ديال التفاح، شوفوا تبارك الله ما شاء الله قداش، ولكن للاسف ما لقيت فيها حتى شي تفاحه، لقيتهم محيدين ولحقاش يمكن هذا هو الوقت ديالو. وهذا اليزير بحال هكا كيكون، شوفوا تبارك الله كيفاش داير. طبيعه الحال اليزير ما كتخفاش علينا الفوائد ديالو لا الصحيه ولا الجماليه، زوين بزاف للصحه وزوين للشعر. صراحة هو احسن حاجة بالنسبة لي الشعر، كيعطي الشعر واحد الكثافة وكيقويه، خصوصا الا درتوه كبخاخ للشعر يعني مع الماء. وزوين الصحة فاش كتضيفوه في الاكل ديالكم او لا كتيزانة ملي كتغليوه في الماء وتشربوه. وهنايا لقيت الشيبة مازال ما نبتش مزيان كما كتشوفوا، زوينة بزاف للبرد. وبطبيعة الحال ما يمكنش تلقى شي دار مغربية بلا ما فيها الشيبة. وهنايا منين كيستخرجوا العسل ديال النحل، هنايا صراحه عامر كله نحل، وكاين هاد الجهه وكاين في الجهه الاخرى. وكما كتشوفوا راني ما كنصورش مزيان، ما قدرش ندخل حتى لداخل، لحقاش في اللحظه ديال التصوير داز من حدايا واحد الحنش، صراحه تشوكيت. ولكن قالوا لي ما تخافيش، على ما كيقولوا بلي داك الحنش كيكون حاضي هاد الصنادق ديال النحل. وهاد النحل طبيعي 100% كيتغدى يمكن من هادوك النبتات اللي كاينين تما. صراحه عجبني نشوف هادشي اول مره غادي نشوفه. ويلا بان لكم غادي يبان لكم الشمع ديال النحل، غادي ندير لكم وصفه خاصه عليه خطير بزاف للرجل. ايوا انا خارجه في طريقي الكوري ديال البقار، تصادفت مع هاد الدجاج وهداك مولاي الفروج اللي شهاني صراحه في شي رفيصه تكون فاعله تاركه. ولكن وها انا داخله للكوري، كما كتشوفوا الكوري كبير فيه التبان وفين كيوردوا البقر. هنايا كاينين جوج البقرات، كان كيصحاب لي في الاول ماشي بقرات.
لقيت فيه جوج البقرات ووليداتهم، هانتوما غادي تشوفوهم. رارا للأسف، وهذه شجرة ديال الزيتون، ماشي بحال الزيتون الاخر. غادي نوريكم شجرة ديالو، هاد الزيتون مختلف، سميتو زيتون جبوج. غادي نوريكم واحد الوحدة بصعوبة باش وصلت ليها لحقاش قصيرة. كانت قالت لي ماما بلي هاد الزيتون هو احسن زيتون، كيستخرجوا منه احسن زيت زيتون، كيقولوا بلي زيت الزيتون ديالو كيكون زوين بزاف. وها انا وصلت الوحدة، ها هو كيفاش داير. فعلا الزيتون ديالو رقيق، وكانت معلومة مفيدة. وهذه حبة حلاوة، صراحة ريحتها فنة بزاف وعندها منافع كثيرة. سبحان الله لقيتها نابتة وسط الدرق. المنافع ديالها كثيرة للصحة وللبشرة. حبة حلاوة فيها هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الأنوثة، يعني ملي كديريها تيزانة كتنظم لك الدورة الشهرية. وبالنسبة للبنات اللي عندهم معالم الأنوثة منعدمين، هي كتبرز معالم الأنوثة، صراحة زوينة بزاف. ندير لكم طريقة ديالها في فيديو آخر بشرح مفصل باش تفهموا أكثر. وهنا يا الدرا ولا الكبال، كل واحد شنو كيقول لهم، ولكن المعنى واحد. شو تبارك الله قداش انا بعدا نوقف وسطهم ما كنبانش، حقاش قصيرة قدي قدهم. وهذا الفقوس كنقول ليه شبيه الخيار، الحق الصراحة كيشبه ليه. كنعرف يمكن هو زوين للهضم والامعاء على ما اظن. وهذه شجرة ديال البعويد، ولكن ما فيها حتى شي بعويدة، لقيتهم محيدينو. وهذه شجرة ديال النبق، بحال هكا كتكون، عقلوا عليه فاش كيقول لكم شي واحد سيروا تنبكوا، راه هو هذا. صراحه ما كنحملش الريحه ديالو، ما كتعجبنيش، ولكن المذاق ديالو ما بيهش. هو زوين بزاف الناس اللي مرادين بالكلاوي، وزوين للتنحيف لحقاش فيه سعرات حراريه قليله، وفيه الياف غذائيه، وفيه نسبه قليله ديال الدهون، كيحسن العمليه ديال الهضم. وهنا جبتكم معايا الجنان، صراحه حمقني هذا الشيء اللي فيه، واعر بزاف. ما غاديش نقول كل حاجه بسميتها لحقاش كل شيء باين واضح. الحاجه اللي غتبان ليا محتاجه للشرح والتوضيح للمعرفه والاستفاده غنقولها لكم. هذا المندالين ولكن باقي خضر باش ما يتغلطش لكم مع الحامض ولا الليمون. كملوا معايا الجوله في الجنان، وما تنساوش كملوا الفلوق حتى الاخر، لحقاش مازال فيه شي حوايج مهمين انكم تعرفوهم. بالنسبه ليا انا هادشي ما كنتش عارفاه، لحقاش راكم عارفين ما عندناش هالطبيعه وما عندناش هادشي بحال كنشوفو في المناطق الجنوبيه في المغرب. كملوا معايا الفيديو، ومن هنيت نهضروا في موضوعنا الاول. كما كتشوفوا الجو والطبيعه زوينين بزاف، والهواء نقي، صراحه كيفتح النفس وكيفتح حتى الشهيه، وصراحه نفسيتي كترتاح هنا بزاف. ومن طبيعي عزيز عليا الكالم والبساطه، يعني هذا طبيعي، ما عندي ما ندير، كنلقى راحتي في هذا الشيء بزاف. وكنلقاهم هنايا بالضبط. كاين فرق كبير ما بين العروبيه وما بين المدينه. هنا الصراحه الناس بشوشين، كتحس بيهم باغيينك بصح من قلبهم، كتحس بداكشي من تعاملهم وكلامهم واسلوبهم وطيبتهم معاك. صراحه الناس ديال الخير والجود والكرم، يعني ولو بالقليل كتحس بهذا الشيء. كما كيقولوا سماهم على وجوههم، يعني اي حاجه كتبان على وجوههم، الا باغيينك ولا ما باغيينكش، ولكن يعني بالفرحات عليا انني نشوف هادشي في وجوههم. يعني بالرغم من النقص اللي عندهم في بزاف ديال الحوايج، كتلقاهم احسن من الناس ديال المدن اللي متوفر لهم كلشي. للتوضيح فقط، انا ما كنعممش، وانما وجهه نظر تحترم فقط. وكما كتشوفوا هذه منطقه وحده في المناطق الكثيره اللي كاينه في المغرب، لا تعد ولا تحصى، تبارك الله على خيرات فيهم. ما عرفتش علاش ما عطينش لهاد المناطق اهميه. ماشي غير من هذا الشيء، لحقاش هذا الشيء كيوصل بزاف ديال المدن، كنستافدوا منهم حنايا اللي بعاد ولا الناس اللي قرابين لهذا الشيء، ولكن ما عطينهمش اهميه، ما عطينش اهميه الناس اللي في القرى، يعني لا من ناحيه الصحيه ولا التعليم ولا شحال من حاجه. كابسط مثال، وكنت حضرت ليه شحال هذه، يعني بنت لدغاتها عقرب، وشنو العلاج في نظركم؟ يعني ما غادي يجيو يهزو ديك البنت ويوصلوها للمدينه لشي مستوصف ولا شي مستشفى، حتى غادي يكون فات الفوت. كيشرطوا ليها وكيديروا ليها الغاز ديال البوطه، هذا هو العلاج ديالهم، يعني ما عندهم ما يديروا. والناس هنا من خلال الهضره ديالي معاهم
يعني ملي طول هاد الشي ودازو سنين وسنين ولفوا على هاد الوضع. كيقول لك سكات حسن، يعني تفادي الصداع، كيفضلوا انهم يبقوا ساكتين ويجيبوا قوتهم اليومي من هاد الشي اللي عندهم هنايا، وكيضربوا تمارة الصغير والكبير، عيالات ورجال، ما كاينش الفرق بيناتهم. كما كتشوفوا تبعتوا معايا الفيديو، شفتوا داك الشيء اللي فيه، يعني ما بغيتش نقول لكم كل حاجه بسميتها، لحقاش باينين واضحين. هذا شجر ديال الزيتون، يعني الزيتون الاخر، وغادي نوريكم هنايا واحد جوج شجرات غادي تشوفوهم كبار تبارك الله ما شاء الله، ديال اللوز، هذه ديال اللوز الحلو، والاخرى اللي في الجهه الاخرى ديال اللوز الحار. صراحه انا عارفه شنو علاش كيصلح كل واحد فيهم، ولكن كون ما قالوهاش ليا ما كنتش غادي نفرق بيناتهم في الشجر، كيكونوا بحال هكا. صراحه زوين بزاف اللوز اللي طاش والبشره، وزوين حتى الشعر. جبت معايا اللوز، ها انا لقيت هادو، وهذه هي الشجره ديال الارغان، بحال هكا كتكون. صراحه اول مره غادي نشوفها، ما كانش صحاب لي ارغان كينبت في الشجر بحال هكا، كانت المخيله ديالي كتجيب لي شي افكار اخرين. بحال هكا كيدير، قالت لي هذا هو الوقت ديالو. وهذه الطريق ديال البير اللي كاين في هذيك فهاداك الدوار اللي كيسقيو منه الماء باش يشربوه، وكيوردوا فيه البهايم. صراحه غير الطريق تعطيكم الخبار بحال اش دايره. سميتو بئر كانون، ولكن كيقولوا ليه برت كانون. غادي تشوفوا في واحد الفيديو اخر بحال اش داير وكيفاش كيوردوا فيه البهايم. وهذا هو البير، خليته ما بقاش فيه ما بزاف، ولو الناس كيحفروا في بلايص اخرين باش يطلع ليهم الماء في شي بير اخر. كما كتشوفوا معايا دابا الفيديو كملناه، هذا هو الاخر ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتم منه. دابا انا في الطريق، يعني خرجت من هذاك الدوار، دابا غاديه راه قدامي كنشوف الملاح باش نشدو ترونسبور نمشيو لمدينه خريبكة ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش، ما عندكم حتى تمشيو، ما تنساوش لايك الفيديو وديروا سبسكرايب وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وغادي نفرح بزاف الا خليتوا ليا واحد الكومونتير للتشجيع. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.